تتجه الهبة الشعبية المتصاعدة في القدس والخليل ونابلس وكافة مدن وقرى الضفة الفلسطينية، ومعها القطاع الصامت، وهناك حيث مهجة القلب الداخل الفلسطيني. وتأتي هذه الهبة ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال والتي طالت كافة مناحي الحياة من أرض ومقدسات. إن حجم الجرائم التي تحاك ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي على وجه الخصوص تؤكد مرة أخرى على أن المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن تتحمل المسؤولية المباشرة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وهي إلى الآن تقف عاجزة عن إلزام إسرائيل بأي قرارات لها علاقة بإحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية. يعني هذه الوقفة تشارك فيها كل القوى الوطنية والإسلامية للتأكيد على التفاف شعبنا الفلسطيني خلف انتفاضة القدس، والتأكيد على ضرورة استمرار هذه الانتفاضة حتى تحقيق كل مطالبها بإذن الله تعالى، خاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. المطلوب من المجتمع الدولي التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني. هناك حالة صمت دولي تجاه جرائم الاحتلال، ولذلك المجتمع الدولي عليه أن يخرج عن حالة انحياز في تعامله تجاه القضية الفلسطينية. أسعد الله صباحكم دون تحريك ساكن من أحد.